استووا. أيها الإخوة المصلون، إن سنن الله في شرعه وكونه تحتم علينا الأخذ بالأسباب، فمن الديانة والحصافة الالتزام بكل إجراء يقي الإنسان من الأمراض والأوبئة والأدواء، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، فلا بد من التوازن بين المقامين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. فحفاظاً على سلامتكم وصحتكم، المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي تقررها الجهات المعنية من التباعد الجسدي والالتزام بالكمامة وترك المصافحة إلى غير ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الداء والدواء، وما رفع البلاء بمثل الدعاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمعين هذه الجائحة عاجلاً غير آجل.